هذا يخليني اسالك ابو عبد الله محمد الشيخ، هل بعد رحيل سعود عبد الحميد وتوقيع الهلال هناك ضغوطات اصبحت اكبر على اداره نادي الاتحاد لتجديد عقود عدد من اللاعبين اللي بعضهم دخل وبعضهم سيدخل الفتره الحره؟ ضغوطات لا شك حتكون كبيره، اولا كبيره امام الجمهور والاعلام الاتحادي. قد يعني لاحظنا هناك من خلق المبرر لاداره انمار الحايلي، وحقها إدارة أنمار أن توجد لها المبررات لأنها بالفعل سعت من أجل الإبقاء على سعود عبد الحميد، ولكن لا، سعود عبد الحميد أمام مغريات اللعب للهلال. خليك من أي مبالغ مالية ما قدم لسعود عبد الحميد في الاتحاد أو من الأندية اللي دخلت على الخط، وقيل أن نادي النصر قدم له، هذه من أصوات من داخل إدارة نادي الاتحاد، قدم له أكثر من عرض نادي الهلال واكثر من عرض نادي الاتحاد، ومع ذلك لا، راح للهلال لانه هناك سيجد نفسه والانجازات والبطولات والبيئه المحفزه كل ذلك. وبالتالي جمهور الاتحاد واعلام الاتحاد حينما خلق لاداره انمار العذر لن يقبل اي اخفاق في اي مفاوضات جديده تحت اي عذر. وهذا ينسحب على اي نادي اليوم، كل الأندية قلقة في أمام الهلال، ليس لأن الهلال يدخل على خطوط المفاوضات لا، ولكن أي لاعب يجد الهلال أن استقطابه سيصب في مصلحة النادي، لا أشعر أي لاعب بدون استثناء سيتردد في قبول العرض الهلالي. لم يعد الاتحاد هو الاتحاد المغري على مستوى الإنجازات، ولا المغري على مستوى الاستقرار، ولا المغري حتى على المستوى المادي، لأن الجانب المادي ليس فقط عقد ومكافآت مباريات ومكافآت بطولات فضلا عن المنجز. أضف إلى ذلك كل الإدارات ولا أستثني إدارة واحدة ستجد معضلة اليوم في الحفاظ على أي من لاعبين إذا كان الهلال يريد أو يستهدف هذا اللاعب، ليس فقط حصري على الاتحاد، وإن كان أنمار الحائل اليوم في مأزق التجديد مع أي لاعب إذا كان مطلوب من نادي الهلال. طيب، موجز سريع لأهم الأخبار الرياضية المحلية والدولية.